سي بون هاي نبدا بسم الله هاي هنايا نحلوه باش كي تخرج حاجه تتنف كي تطر هكا تشوف السماء ها تطر هذا تشوف واش تشوف لهنا السماء السماء الفوق نعم ديريكت شوف كي تقول هذيك النقطة يخرج منها الدخان كما نقول صح هاي النقطة تاع السماء صح يعطيك الصحة اه والله ها هيك عندك الحق يا خويا تشوف هذا طفيو هك هذا ارتفع هذيك القعرة اها الداخل كي عقد الكوش على بلاصات اللي فوقك اها عقد البنيه هذا معمر الرمل جمدات نحط نصورك صورني انا كيما تحب ها عفت والله ملاحة تبقى سيدي خليني نحكي لك اه راهي خلي صوتك خلي من فوق معمر الرمل اها باش ينسخنوا حنايا الرمل هذاك يحكي مسخانه تبقى سيلفينير مش والله عم هذا تاع الحجار الحجار هذا عطيني نصور فيه ها تاع الحجار وين تاع الحجار واش تاع الحجار هذا حديد هذا اه البريك تاع الحجار هذا هذا هو اللي يحكم سخان هذا هو اللي يحكم سخان ثم تعاودوه شاك فوا ولا ما تبدلهاش خلاص شوف هذا من 45 وعليه دي بلاصه كيما هكا كي نطيبوا للناس كيما نقولوا الروتيات ومنها ما هو ديما الفرايك من هنا تلقاه مكعورين هذاك الماء اللي يسيل بيهوت للرمل كي يشربوا المر دي بلاصه الواحد مش تشرح الناس ما تاكوشا ثم دي كوشا تراديسيونال تاع وقت الزمان وهاك تشوفها كيما كانت بكري كيما كانت ما تبدل والو والو سبحان الله عبالك جامي يمكن جيت لهنا وهاني جيت ويما يتعرف هي تسكن هذا يما يدارها لهنا كانت الوزينه تاع الحطب هنا سقساها كنا شعلوا بالحطب وتخدموا الخبز تخدموا الخبز لا ما نخدموش واش تخدموا نخدموا بيتزا نخدموا كالدي من فاي وقاتو اه سي الكوموند لا 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 نبيعوا لهنا هاك تاع الكوموند نعملوا الكوموند اه تبيعوا لهنا اه ندخلوا اه ما تقوليش هذا من وقت فرنسا هذا لا لا هذا ما تاع هنا ايه وفرنسا خويا كانت من هنا ما تخفاش واش كان يعني؟ عائلة دورية انتوما؟ انا واش من العائلة؟ عثمان راشد عثمان راشد ايوه ما هو الدين مجبل اي تاع عثمان ولا برك الله بن عثمان عثمان راشدي من سريدي ما بارك الله فيك ما تعرفكم يما لو كان عقبك واحد معاه ونعت جست نصور الكوشه لهنا اخويا الخبز ما تخدموش الخبز دوماج كيما تحب تجيب من هنا كيما تحب الخبز كيفاش حكايته الخبز ما كانش لا ما نخدموش الخبز جامي خدمناه جامي ما لاوش تخدموا بيتزا بيتزا برك وقاتو ها القاتو تاعنا أنا جاي ما دقيقة من شوي دوك الكاستيل تاعنا وسي محمود دوك عندك دوك عندك ما كانوش دوك اليوم ما كانوش غدوا بربي يكون هذا ثم من زمان تخدم هكا لا لا في الفيديو تاعنا لا نحكي على المودا تاع الكاطو من بكري هكا الكاطو تاعنا روسيت من زمان ما بدلناهاش والياكل يولي صدقني يا اليوم دوك باش نقابل مرحبا بك والله تلقى ديفيرونس كبيرة بين تاعنا والله والله جيت كارتي تاع يوم هذا ما ديما تحكي لي عليه والله قلت لي كوشا جيت ها هذه كانت بيت هادي قبل البيت ما كانتش قبل الدار كامله الدار كامله اه شراها جدي بكري 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 اي دار اللي باها بالكوش اه وقاعدين نخدموا في الكوشه مع كم يقلوش ما تسكنوا فوق مالها كانت من قبل فوق وتحت مشي مع لي فرونسي مع اليهود مع كان ولاد كارتي دوكا يما تسمي لك لي فامي كل اروع دوكا تشوف هي باش تشفى لك انت واش من عام خالقها هي تشفى هذه آه. هي الكوشه اللي جي ساكسي ها يما هاو جاك هاو سي بون هاو دوكا استنى ها اي سقسك توفى عند مده كبيره كلهم توفى العربي كان مسكن في سنطيبة لا مسكناش في سنطيبة لا العربي اللي مرته عنده زوج ذكور زوج بنات او عنده نجمات نقول انا هذاك محمد محمد هذاك كان حاكم سجنيو كان في شبي هذاك عمي كل مات خاوه كل مات وزنزاره ربي منها اللي كان بحداك هنا زنزاره اه دار الزنزار اه وش اسمه آه عزيزي عزيزي كازناص هذه انا في عمري 63 سنه اه لا انا كبير يعني كان في الدار وسليمان تعرفوا بكميته رميت سبحان الله هاي نبيعوا تعرف تبيعوا هاي هذه هي تاع رميتها لا مات بل كنت صغير شوفي ترى انت يا بنتي وخالتي خدوزه ولا خدوش اللي عندها البقر في الدار الكبيره اللي عندها ولدها مريض وعندها طفله هذه الدار الكبيره كامله من هنا لك كانوا عندهم عندها البقر بوحوش لا
لا اي هنا مش محاول هي هي هنا في الباس الاخر ماتوا كل ماتوا كل صح كان الكوري كيما كنا نجيبوا الحليب من تم لا هي لهنا انت تشفي على زينه تاع الحطب انا هاو الجماعه تاعي اللي كنت فيها هاو الكور تاعو هكا هذا هو الكوره هذا هو الكوره اه كان يقول عميروش اه مش هذا شاد كان شاد نلعبوا فيه بعد اصحاب ولدي اصحاب الزهر من بيجه هو جاي يجيبوا الحصان والمراه تاعهم يديروا الحيك ويديروا لها المحرمه تاع الفرار باش يركب الحصان باش يطلعوا على البيجه احنا كنا صغار احنا وقت الاستعمار قد وقت الاستعمار هذه ايش فاهمه؟ بصح الكوشه كنا نجيبوا خبز كوشه هنا كان خبز كوشه ودار الزهر هو نعرفوا الدار بركه دار عمي موسى موسى انا كنت صغير هذاك عندي ست سنين عزري لفمي عزري ولفمي عرعاري عمي بشير ربي يرحمه كان سيم لاصق فينا والتحت كانوا اليهود وين جا اليهود ساكنين؟ في الدار الرابعه من هنا الرابعه كانوا اليهود ساكنين تما صغيره هذيك اللي درك عم يريبوا فيها عم قالوا دار طلياني هذيك لا هذيك دار الحاج هذاك اللي من بيجو يبيع لي بلونت هذيك اللي يريبوها ما عاودوا يبنيو فيها كنا بعد نحي للرومي تقول لي نانا مسنيني نانا تقول لي نحي لي لي زقاقو ندي لها هذيك دار طلياني قبل بالك انا بعد شراها هي انا قلت كنت مخلطه فوق ايه ثم كنت دار طلياني كان جيران خدمة تاع درك يعني صدقني يعني مش نقول لك وقت اللي كان يدر حطوا لي بلاصتك فما تشفاش انا كبير عليك انا فيما يجيبوا الخبز خبز عرب فيما يجيبوا هذا هو الكوخ تاعي يا توفيق في الاه الكوخ كنا نعرفوا في الميدة قلتي في الميدة هكا هذه الكوشة هذه لاكور تاع شو اسمه هذه كانت تيكول قبل قالت لي قبل هذه ما نطلعوا لها تلقاها كامل من قبل ما كلينيك اه مالا هذه الدار تاعك من الفوق الميدة يا خير الميدة ها باينة نعرف باينة خلال الميدة نشوف ماشي الميدة واش كاين هنا ما كان والو باش نعملوا تنفس للكونجيلاتور برك قرايه قال بزاف باش نعملوا تنفس على بالي للكونجيلاتور تضحكوا برك او نعملوا شي امبيونس شويه كان يجينا الناس كانت زوار يجيبوا لنا الخبز عرب في الميدة ها سنة نعطيك اكزاكتومون هذا طيب هذا كيما نقولوا خبز والخبز تاعك قول لي يا خويا هذه خبزه يجيبوها نية نية جيبوها في الميدة دي واحد كيما دايا بص هذا الواحد تاع الورد بدك ما عليه هذا يدير لها الورد يا بني الله يرحمه يضربها من تحت هكا يهزها في يده ويحطها في كل وحده ديريكتومون يجيبوا هما تسمى الناس نسى يبعثوا في الميدة يحطوا في الميدة في الميدة ويجيبها في الميدة يحطوها له هنا في البرايك ويطيبوها له على الرز تسمى تجي ديجا معجونة مقرصة واش بقات الحاجة القديمة اللي بقات الفرنسا تاع وقت فرنسا ما نقولهاش لا تبدل واش اللي بقات حاجة قديمة اللي بقات يحب يبدل تواقي يعني اعطيني حاجة قديمة هاي حديد هذا شوف ترى يا خويا حديد يا خويا يا خويا حديد هذا وكان شو تخدم اليد بكري عايشة قبل حطب هذه مشي تاع بكري ما عندناش هذه وش الواحد يروبوز هذا حديد هذا هذا حديد هذا كامل او عوجناها حنايا تسمى من الملفاي عندكم من الملفاي مش فاهم غدوة بربي كل شيء كله. أنا أخويا والله. وإحنا كما قلنا آخر عايشين. ملاح واحد أسمع الحوايج قديمة وفيها الشارم والله. والله الحمد لله يا ولدي صدقني. الله أنا يما ديما نعدي منا تقول لي كارتية وأنا عملنا بيت فيديو نعمل شي في اليوتيوب نصور الناس اللي في الغربة مساكن ما روحوش صافي قال لي واحد مادا بيك وشوف لي تروطوار قال لي غنديري عندي فليزر تاعي فهمت ناس توحش وكاين ناس تخاف يقول لك ما تصورنيش هذيك كل أمور شخصية ما كاين والو والله والله ما هكا ماشي عادي يعني والله جات تقول في المثال حتى كنت تكتب في المثال كوشت الرواجدة أمي يلقاوها فامي راجدي يقدر واحد يشوفك يمكن حتى ما شافش جيش العنابة يشوف يمكن يعرف صافي واحد قاعد في غربة عباك الغربة ذقناها كله شفناها الغرب بعثها للانجليز وقال مال والله ما نهضر عليكم كلمه غير نقول لهم هاي الكوشه الفلانيه الفلانيه تفضل
لا فامي راجدي. لا فامي راجدي، عتمر راجدي. ايه ايه صافي بليزير. والله كوش قديمه طلعت بلاصه دار بعد جبنت لي هود لا سيتي لولي روز. وهنا في ودي ليليزا ولا سموها ليليزا؟ سؤال برك. ليليزا ولا ما نقدر. قال لك هي معناها، ها نعطيك معلومه، الليزا هي نوعيه من الزهور. يعطيك اسمها الليزا. وجنان القارف كانت كلها جنانات هذه على النابه لهنا. كانت ارض فلاحيه. كانت شباك هذه. وهذه لولي روز كيف كيف جنان الدفله ولا شعيطوا له الدفله. جنان قال جنان دفلة لورونجري. والغلطة اللي غلطوا هما اللي عملوا فيها حلوزينات. هي اون برانسيبال فلاحية على. يعني قلت لك هذه كانت فيها بلاد النوار هذه. بارك الله فيك. الليزا هي نوعية من النوار تاع زهار الملاحة. أنا معك. كنت نسأل غير لي فيلا وديال عرب باينين. ومن بعد توسعت الدنيا. توسعت. بيطون كلاه الدنيا بارك. ثم هذه التفصيلة تاع بكري هكا دخلك هي مكة كل شيء. التفصيلة تاع بكري. عطنا شوية كعبه قاطو. تاع بكري وكلش تاع بكري. عندي كعبه قاطو. الخبز تزاح معاكم بعد. هاك تشوف اخويا ها نديرو الخبز. هاك انت ابدا عد من دركا وقول لي. على بالي باين ديجا يطرشك وحده. والله خبز ما شاء الله. صباح جوية 9 9 ونص هذيك تبدا بيتزا تبدا كالدي. جمعت لي ديزا جماعة كيما قلت لك. وحنا في ثلاثة خاوة نخدموا هنا. والله يبارك لي ديزا ندير كافي تاع لي جون تاع لي جون شيك هذوك تاع بكري عشت فيها لي فرونسي بزاف. يعطيك الصحة. عرب صح ولا لا؟ معروف هذه ديزا كارتي مش بوبيلار مي فيه هذيك. لا بروف كاملة دي فيلا. كيما يقولوا ارستقراطيين الناس هم عند رواحهم. فهمت كيف؟ هذوك جاو. عطي لي ربعة. تاع البرة. اها. زوز بزوز هاك نبدلوا هاك ها الكاتو على المباشرة. خلط لي زوز زوز شيكولا هاد هذيك اللي نسيتها الاولى قال لك ضرب الاول ما يتحول. وزدي ثلاثة شيكولا هاد شيكولا تريونجل هذوك والطويلة خلط برك بركة. هاني راني فاهم. هي والله راه ايوا ملاحة هكا ملاحة زيد واحدة أخرى هذيك اللي في الشوك أخرى ربعة هذي. ها يا حبيبي هذي تاع هاك تشوف هاك ربعة على هاك نعطيك لادريس تاعي تحب تتفرج هاك الفيديو تاعك وراهم زين نطلع عليك المره الجايه درك انا ويما نعمل لها في خاطرها عيدوني نخرج وتحب تهضر مسكينه وهي تحكي لنا على الناس تاع بكري الدنيا تاع بكري ولا هذا انا اللي لهنا المهم عشنا في غربه ماما الدنيا هذه الدنيا ما كاين والو خويا تعيش وين تعيش والله الحياه الابديه في الاخره ديكاتلون هكا تعرفها وين المحافل ديكاتلون ديكاتلون في المحافل وين الشوكولاتة تاعها اها هاي حبيبي شكرا خويا خصنا نخلص خويا تشي كونتاميلا كيما يقولوا 20000 برك فاهم برك اوكي خصنا نشوف السالب برك دقيقه برك قلت لك واش نعرفوا حنا اسمع حنا واش نعرفوا الناس تقدم راحوا كلها خويا درك تحكي مع الجدد يقول لك فيسبوك وميسي بدا ولا ما يعرفوا فيها ما فاهمين فيها ما تقولش هذا قديم هذا الكرسي هذا قديم هذا الكرسي هذا لا لا بعد جديد استنى برك استنى في ساعه نحط برك الحوايج هاك الخبز الكوشه يما شراها واش تيما دقيقه ها تيما ها ملي كاتو برك كاتو قال لك البيتزا البيتزا عنده اها صباح قال لك وين اخينا وينك هاي اخويا هاي الخمسين تاع البلاد اخويا ها فونو ها باش نعدو ليدي طيب كله هنا اون ديري ولينا شوف ما كانش خلي لا 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 مش اي والله صافي عندنا فان الخبزه ما مش عندك شوف انت دبر راسك يا ودي احكم ما كانش مشكله ما كانش خلي ها نخرج هو برك ها دوكا نخرج هاي استنى في ساعة ولاو مازالو يسكنو هنا ميترو محمد هذاك اللي يسكن معنا في بلاصة البيعة هاو السيدة ورانا باش مليح الخبزة يعني داك فيه هاو يخدم قالك يخدمو البيتزا وحتى الملفاي دوكا هذاك واحد ورايا راه مخيش نخرج انا هاي قول لي دوكا لازم نخرج يخرج. نسيت يا بابا سيدي لك اختي انا. هذه لا كازو غادي بوشا. اي كازو هذاك. واش دوكا لازم. ما كانش كي كنا حنا نقراو. البريال هذيا مشكلات. دقيقة برك الحاج استنى كاينة بريالة لهنا لازم
عاود نحي هاي البارير تاع البلاد. عليها متطورة حتى هي. ممكن بركة. كنا هنا نلعب. ربي يسلك هيا. نورمال. ربي يعيش. لا صحني غلطة في محمد. مرحبا بك ان شاء الله. هيا. حسن نهبط. دقيقة برك نخرج هنا في. عبالك مزير اخلال هنا. بابا عمي سلمين لقدر يطلع لهم. بس حباعوها. ما راح يبيعوها صار تصل الطبع. هي الناس هي تبيع لوالاتها. ما عنده كلمات. بنيت مازال وطفولة ما سميتها. يا خايا. صالح مات، ميلود مات، والاخرين ما عايشين في فرنسا. هذه دار قلت الجزار هذا دار الجزار ما كان الجزار سمعتوا دار الجزار لا مشو يعيطوا دار برك يكون عنده جزره عنده جزره قال لك ما نعرف هذه دار تاعي هذه دار خالتي قلت من هنا وحط هذه دار عبد السلمان هذه كامله انا رمكو تاع ليليزون هذيك دار السماه هذه دار خالتي هذيك السماه سمي لي هاي الماشطه لهنا هاي هاشمي راشدي هاشمي والله غير تاع كنت هاي ماشطه هاي اختك هذاك شوف هاي هاشمي راشدي يا هاشمي راشدي مالها تاع شكون هذا تحم تكون تحم تحم اسمع شوفوا لهنا نخرجوا على الاورانجري هذا ونروحوا ها دخلت على الاورانجري هادي عيطت لها الاورانجري كانت بكري هادي هادي اللي الاورانجري نعرفها انا جنانة تاع تاع تشينا هنا كانوا جنان تاع تشينا هذا هو شكيت الحمام اللي كنا نجيو نعمرو فيه هادي كنا نعرفها انا هادي هي الاورانجري هادي من هنا نروحو شكيت هذا هو الحمام اخوتي ناس تقصدوا هذا هو هذا الحمامة انا نقول هذا هو الحمام كنا نجيو نعمرو فيه بكري هذا هو بني تقفل ولا ما عادش حمام ولا انت من الوقت استعمار كنت صغير نشفى بركة احنا ملي داروه لا دفنوه هذه هي الاورانجري نخرجوا على برمة الغاز تدروا من بعد لولي روز وين الطبيب اللي دزني هاي خرجت منه المرأة هذا هو اللي دزني راوي عنده وعمل لي رد وقال لي روحي يا مدام بليتاغ ما تخليش تمشي خلاص النساج ادعم الطبيب هذا هذا الطبيب داويت عنده خطره قال لي عمل لي راديو في الخير الحاج الطبيب يخينا الحاج طبيب لهنا لهنا طبيب لهنا ما تسمعش قلت لك جيت عنده انا عمل لي راديو قال لي روح هنا وين الفارابي لهنا هكا نعرف هذا نعرف كل نعرف كرتيات لهنا شوف لهنا كلها كرتيات هنا غير كانوا غير هذه اللي فيلا نص عرب ما كانوش العرب العرب بعد ما راحت قالت لي فيلا لي فيلا اللي قلت لك اللي عنده هو كسروا خشوا اللي عنده معريطة هو جابها لي هذه تاع مسربين بني قديم العرب دوك شو قاعدين يبنيوا لك يبنيوا لك الماكينات ولا في سيدي شوف البني تاع شوف الفيلا تاع وقت بكري ما حلوه خلاص شوف 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 كيف الباب تاعها شوف لا ما دوما شوف الباب تاعها كيفاه كيف الباب تاعها كيف بكري بكري مسارة تخسر بلا راح تقعد فيها ولا تبكي عليها هي لا لهنا وليدي شوف هذا ارض صحبي ربي عينك هو السلام عليكم الخدم اللي ما عندناش حمزه مسكين هز في الواحد في البلاستيك الحمد لله والله جيك من واحد زوالي خلاص مسكين ان شاء الله هاو البني القديمه شاف الفيلا كيفاه هذه كل الفيلا خالتي من بروكا راحت لها رازلها كان ماخذ قوريه وماخذها هي نهار ظلمية راحت لفرنسا جابها سكنت في الفيلا تاعها تاع ظلمية
هذه هي الاورانجري. الاورانجري شوف من هنا برك نخرجوا على كولون منا لولي روز ومنا لا كولون وتدرون نخرجوا على برمة الغاز. وانا كنت نجيب الميلة باش نعملها الراديو. شوف هنا هذه هي لوريا. أبغى نخش نشوف الحطاب ولا راي كومبيتا ولا هنروح. هذيك هي هذي من نجب برمة الغاز هنا ها نخرج بتروع برمة الغاز شفتها. وش هي خبز كوش؟ هذا هنا بالفعل هذا وشاي طوله هذا شفاء قال لي واحد اسمه بارف. الله أعلم بالفعل تاع الكومية ما ليش هذا هذا بكري ها يقول شفاء ما نعرفوش تاع الكومية يا صح ولا لا جدي هو أنا اللي يعرفهم كترة كانت لاشين هكا كما قال المصري اللي سقسي ما يتهش كان لاشين هكا برمة الغاز قلت له جدي وش لاشين هذي قال لي من القومية هم يعملوا في المراقة تاع القومية هكا خد بلون صاحبه وانا بن طيب هذايا بن طيب شايب خلاك كان يبيع الهندي ويجي يقعد وين زحزوح حشوش نقول زحزوح نسقسيك برك اخويا الكارتي هذا واش عيطوا له بكري وقت فرنسا مش كارتي القوميه بيناتنا كارت القوميه الاولى الثانيه الثالثه خرجت كون حياوي هذا وهذا نورمال نورمال كارت القوميه قلت لا ولا ايوا مازال القوميه ولا لا قوميه يا ودي من القوميه يا شي باخذ قوميه بالبلاد ولا صح وين صح ما يجي جدود هنا في مرسو في بورنيه يعني تبر من الكاز هنا. خير من كاين عندنا قوميه هنا وعندنا مجاهدين صح وبيضحك منها قوميه. ويدو في كونسيون. ويدو في كونسيون اش بيكم مرفعين علينا الحاجة. شفتها. ها هو انا كاتبوني كاتبوا فيها. كاين كراسل هنا. راح ينحلي راسي هنا. عشان نصور هنا نخرج على الهواء. وش درتينا الخير تاعك نشكروه. يا يما الخير بلا في الناس خلينا. اي تهدر هكا شوفي تهدر. الله يرحم والديك ما تحيليش هضرتي. انا ماشيين خرجنا على لولي روز. انا خرجنا على لولي روز ومن ثم نخرج. انا الحانوت اللي فيه. اها. بعدا صابرين صح هذوك نروحوا له. اي شويه. انا نهضر مع. هاني قلت لك نخرج من هنا ومن بعد نكمل واش كاين. كاين حكايات ما يتهضروش كاين حكايات يتهضروا. وهاي هنا قال لك كارتي هنا كارتي تاع هذا الرونجري بكري قال لك هنا يا بابا يا ولدي هذا ها وين اي هو ولد البارحه وقد ولدي انا ما قلت لك شوف من هنا اسمه هذا اسمه هذا الرونجري نخرج على لولي راس اي بالاقل هي تعرفها باش نجي عند ولدي انا قاعد نكسبليكي وبركي نصوروا احنا حاجه مش تبقى كاكا كيما انت شدي دراري صغار انا ديجا نعرف تخدم من امهم صح هاي كولوري راز وخلينا من الحكايه لا 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 ما نعرفوش تعرفها هاني قاعد نصوروها هاني ما مش كيسيون دوكا تاع تعرفها على بالي تعرفها ودركا هذا جيست هكا برك نعملو خمس دقائق ونبصو باش نبقى نصور نهار كامل هنا انا واش شفت ما شفت ها هو ده مسكين مساح قال لك مساح مد ربي ها هو هذا ولا نستخدم عرفها ها وهذا هنا لولي راز شو الاقواس هنا شو ما يتزي هنا بالكابوطه ديالك هي عندهم نفس كلها اقواس هنا هذه كلها كانت يهود هذه وفي اسبانيون ولا وش انا ما سكنت فيها بكري وقت فرنسا ما سكنت هنا وما نجيهاش وما نعرفتهاش حتى كي سكنت فيها والناس قلت باش عرفت نجي نعشي عندها ونروح ما نعرفها تاع اليهود ما نعرفها تاع ما بناش هنا سكنوا دو بارتو لهنا وجاو ماش رباط الناس الزبل تقطعت صافي الزبابيل نقول ودي هذه البلاد دي ما فهمتها وزوج زاد عليها الخير خير على خير بالك كانوا ساكنوا فيها في المنطقه كان صاحب بيت يسكن هنا نجي عند مرته بنته عنده انتم مريضه كيما ميرا فهمتي كلها قواسه
كنا هذه جو بونس تبنات في لي زاني 50 تاع لا 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 شاشن كنا نطلعوا القضيه بالحبل دوك هذه يقول لها شكون اللي يسكن فيها دوك تقول لك وقتاش تبنى دوك يقولوا لك كنا بطي مكاري هذا سدد لكم خرين بطي مكاري يا ونسى ما الناس بك يا مصغار بالك عند الكبير ايش مع نسى انا انا ناطر معهم كملوا هذه بطي شوف من داخل شوف 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 لهنا البني كيفاش لا ما نعرفش كل هذه روزة اللي نعرفها من عند الناس سقسيها تخرج بونس تخرج على كلهم ظل كده وش نعرف باش نقول تحوستها كاملة ما نكذبش دون دي نجيبها بي ونفتحها ونفتحها هوا ده بشوف يا ملادي ده هدو مامي تبطبوا بيها نطلع قام نعرفها شو من الدين دورة يقول لهم كيف لك هي تعدي والناس هنا نجيب لك ناكو ما جد سكنت وناس هنا ولا لا نعرفها يجيبوا القضية بالحبل يطلعوا القضية هبطوا القفة القضية اللي تكون يطلعها لمولاها في القفة تكون بابك واحد الوقت حاب يسكن فيها انا ما حبيتش في الزاني 50 خدمت هذه جو بونس والله كان لا ما نعرف شوف الرجال هاو جاج على برا هاو هذا صغير وش يعرف هذا هذا ما يجيش هاو الدجاج لهنا كما قالت يما ملي خرجت دابا ملي خدينا الاستقلال يا ولدي كانت مفروزه شويه ملي خدينا الاستقلال راهي راحت الدم راحت 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 كده بلاص دار مزعمة انا كتكون والناس عمتي لهنا بكري بطيمة هادي تاع هي وربيعة ايوا سي هربت مسكينه من قسنطينيه انا كنت في دار انا بس انا شوف لها نخرجوا على هربت من هزت انا من بعد تهدي حتى بعدها لا ود الذهب لا كنا قلت لك كنت مسيبه انا انا كيلا لي غلط عرفت الناس كش ما خرجت انا ماكش ما خرجت انا وشفت وحوشت سي بون لا لا في الدار مقفول عليك الدار وفريت شكون يخليك تخرج جدي يخليك تخرج هنا دخلة تاع جبانت اليهود وما عليها مقعود هاي السلام عليكم اليهود ما نعرفها بيت في وقت الاستعمار كانوا فيها غير تاع صحاب البرارك وفريت هما اليهود كانوا عايشين في بلاص دارهم وكي ماتوا دفنوهم في الجبانه هذه هما مش كانوا ما كانوش يسكنوا هنا قال انا كنت مع نروح ل الطيف في العسكر وانا نقول ما نروحش يا تقولي روحي للسيف كنت خويا مليحه على بركه صح هذيك الزنقه وين الكاريه اللي تعم هذيك ديما مع بيا غاشي كل شيء